بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا في هذه الحصة اللي راح ندرس فيها أو نحل فيها تمرين. هذا التمرين أدرج في موضوع بكالوريا 2017، كان في الدورة الاستثنائية، وهذا التمرين عجبني مليح، لذلك حبيت نحلو. قلنا رانا كل مرة نحلو تمرين حتى نكملو بكالوريات وزارة التربية، ونحلو إن شاء الله مواضيع مقترحة من طرف الزملاء الأساتذة إلى آخره. نص التمرين هذا قلنا اللي كان في الدورة الاستثنائية كذلك كان يحتوي على جزئين. هذا الجزء الأول اللي هو يتكلم عن المسعر الحراري، والجزء الثاني اللي هو يتكلم عن استعمالات أو تطبيقات المبدأ الأول للترموديناميك أو للديناميكا الحرارية، والجزء أو كذلك وهذا الجزء اللي يتكلم لك على ماذا؟ عن التحولات من تحول إلى تحول الثاني إلى آخره. وراح نتعلمك كيفاش نحسبوا العمل، وهذا التمرين حليناه من قبل في الدروس، هذا تطرقت له، والآن راح نزيد نعاوده باش يترسخ عندكم في الذهن إن شاء الله. نص التمرين هو كالتالي: من أجل تقدير أن طالب التفاعل التالي، اللي هو الامجيو إلى آخره. وهذا التمرين كان في لو كان نشوفه في الصح رانا درسناه كذلك في العملي. العملي رقم 4 اللي نشرته في الأسبوع الماضي كان حول الامجيو. الآن وراح نشوفه الآن: نضع في مسعر حراري أدياباتيكي سعته الحرارية سي 100 جول على الكلفن، في 1 100 ملتر من محلول RCL تركيزه 0.744 مول على لتر. درجة حرارة المسعر ومحتواه T1 يساوي 25 درجة. نضيف له M يساوي كتلة 1.5 غرام من أكسيد المغنيسيوم MgO. هذه هي التجربة تاع MgO. وبعد التفاعل التام لهذا الأكسيد ترتفع الحرارة إلى T-final لتساوي 35.5 درجة. علما أن الحرارة الكتلي للمحلول محلول C solution تساوي 4.185، وهذه السعة الحرارية تامن تاع الماء. معناها الحرارة الكتلية أو السعة الحرارية الكتلية تاع المحلول C solution تساوي لك CH2O، وكتلة المحلول اللي هي M solution تاع هذه تاع HCl هي ماذا؟ هي MH2O. واضح؟ وهذه تطرقنا لها كذلك في الدرس العملي، وذكرنا قلنا ام محلول او هي ام سوليسيون تساوي لك ام H2O، والسي سوليسيون تساوي لك 4.185 جو على الجرام في الكلفن، اللي هي السعه الحراريه الكتليه تعمل تعلم. السؤال المطروح: احسب كميه حراره التفاعل كيو ار، معناها رياكسيون تاع التفاعل. 2 استنتج انطالبي التفاعل دلتا اش 1. علما ان باش هذا التجربه كامل باش نحسبوا دلتا اش واحد تاع هذا التفاعل اللي هي هذه. واضح؟ هذه هي هذه. الان لحساب كميه الحراره، حنا رانا فاش رانا في مسعر، او قبل ما نبدا نحلوا نكملوا النص. ثالثا اوجد انطالبي التفاعل الاتي اللي هو هذا ونفسه اللي موجود في العملي، علما ان نواصل قراءة. الفرع الثاني يتعرض 0.5 مول من غاز النيون، هذا قلنا حليناه في الدروس، نعتبره غاز مثالي تحولات عكوسة، فينتقل من الحالة 1 إلى الحالة 2 عند ضغط ثابت. هذه الحالة الأولى من حالة A إلى تحول A، هذا يكون ضغط ثابت. التحول من 2 إلى 3 يكون عند حجم ثابت، أعطالك بي بالباسكال، في الحجم باللتر، درجة الحرارة أعطاها لك بالكلفن، وأعطانا هذه هنا مكانش، هذه مكانش، وهذه مكانش. أكمل الجدول أعلى، أحسب العمل W وكمية الحرارة Q للتحول A، لهذا التحول وهذا التحول. واضح؟ علما أن CP ناقص CB تساوي لك R، هذه علاقة ماير، وعطالكم سي بي تساوي 20.78 جول على المول في الكلفن، هذه نسموها بالسعة الحرارية
عند ضغط ثابت، هذه السعة الحرارية المولية عند ضغط ثابت، وعطانا ثابت الغازات. هذا اللي موجود عندنا في التمرين اللي كان في بكالوريا. لأنه علاش التمرين عجبني هذا؟ لأنه فيه في البداية المسعر هاوليك، فيه الحالة الثانية قانون كيرشو أو قانون هيس باستعمال الحالات الوسطية، وفيه العمل وكمية الحرارة. واضح معناها شامل. وش يخصنا؟ يخصنا غير قانون كيرشوف. الآن نبدأ في الحل. الحل واش يقول لك السؤال؟ قلنا في مسعر حراري نضع سي 100 جول على كلفن، اللي هي الحجم نتاع ال HCl 100 ملل، و تي واحد عندك، تي ام نتاع الام جي عندك، وعندنا تي 2. احسب كمية الحرارة. الآن واش عندنا؟ عندنا كيو او الحل، قلنا كيو نتاع من نتاع رياكسيون نتاع تفاعل، زائد كيو نتاع من نتاع سوليسيون، زائد كيو نتاع من، او هنا نقول مجموع كيو، هنا مجموع كيو يساوي لنا صفر. يستلزم ان كيو رياكسيون زائد كيو سوليسيون سوليسيون تاع المحلول زائد كيو ماذا؟ كيو تاع الكالوري المسعر يساوي لنا صفر. حنا رانا نبحثوا على هذه، معناها كيو تفاعل واش يساوي لك؟ ناقص ماذا؟ كيو نتاع المسعر زائد كيو نتاع المحلول. ايوا حنا في البدايه واش قال لك؟ قال لك انه ام نتاع المحلول هي نفسها ام نتاع الماء. اذا نقدر نقول كذلك كيو سوليسيون نتاع المحلول يساوي لك كيو نتاع الماء اللي هي ام H2O. واضح. الان روحوا مني، واش عندنا؟ كو تاع التفاعل واش يساوي لك؟ قلنا ناقص سي، السي كمية الحرارة تاع المسعر هي سي كالوري، زائد وحنا هذون في اثنين يشاركوا في دلتا تي، اذا كو سي للمسعر زائد سي اش 2 او في ام اش 2 او الكل في دلتا تي. معناها تطبيق عددي كيو تفاعل واش يساوي لك؟ ناقص السعة الحرارية تاع الماء اللي هي 100، زائد الكتلة تاع المحلول اللي هي 100 في 4.185 في دلتا تي. دلتا تي اللي هي عندنا تي فينال 35.5 كي نزيدو لها 273 اللي هي 308.5 ناقص 25 زائد 273 اللي هي 293 298 ناقص 298 عفوا نسحب ناقص نكتبها هنا لان لم تظهر ناقص قلنا 298. هذه كي نحسبوها ار تفاعل واش يساوي لك؟ راح نصيبوها باللي هي ناقص 5444 5444 فاصل ماذا؟ فاصل 25 جول. حولوها لكيلو جول يساوي لك ناقص 5.44 أو 444 كيلو جول. هاي كيو ار، هذا الأولاني. ثانيا ماذا طلب؟ حساب دلتا اش واحد. دلتا اش واحد للتفاعل هذا. الآن نعرف بلي كيو لي بي واش تساوي؟ تساوي لنا دلتا اش هذه واحد، واش تساوي لنا؟ تساوي لنا كيو تفاعل رياكسيون على من؟ على عدد المولات. عدد المولات ماذا؟ للمادة اللي ضفناها اللي هي تاع الام جي او اللي هي هذه ام تساوي 1.5 غرام. وحنا نعرفوا باللي ان هذا القانون عاودناه بزاف، تساوي لك ام الكتلة على الكتلة المولية نتاع من تاع الام جي او. الكتلة المولية تاع الام جي او ام هاي لك ام جي او واش يساوي لنا؟ نعرفوا باللي الام جي هاو عطاها لك 24.3
نزيدوا لها 16 تعمل نتاع الاكسجين، شحال نلقاو؟ نلقاو باللي هي 40.3 غرام على المول. هذه كي نعوضوا هذه العباره في هذه العلاقات واللي عندك دلتا اش، او نفتحوا صفحه احسن. ايوه عندنا دلتا اش واحد واش يساوي، قلنا لك كي رياكسيون على من، على عدد المولات، ونعرف بلي عدد المولات هي تساوي لك كي رياكسيون على من، على الكتله عفوا على ام، على ام كبيره الكتله، على الكتله الموليه، وتساوي لك كي رياكسيون في الكتله الموليه على من، على الكتله. نقدر نقول نحبوا نحسبوا عدد المولات ومن بعد نعوضوها، نعوضها احنا احرار، بصح انا هذا القانون احسن باش ما يخطئكش. دلتا اش واحد واش تساوي تطبيق عددي، عندنا كي رياكسيون لقيناها اللي هي ناقص، نحسبوها بالكيلو جول احسن او بالجول، ناقص 5.444 في الكتله الموليه اللي هي شحال، قلنا 40.3 نقسموها على من، على 1.5. هذه كي نحسبوها راح نلقاوها باللي هي ناقص 146.35 كيلو جول على من، على المول. نعاودو نكتبوها هنايا، دلتا اش واحد واش يساوي لك ناقص 146.35 كيلو جول على المول. هاي وراي، هذه هي دلتا اش واحد تامن نتاع التفاعل اللي عطاه لنا في البدايه، هذا في الفرع الاول، السؤال الاول. الان السؤال الثاني، الان هنا راه عندنا هذه، اوجد انطالبي التفاعل لمن، انطالبي التفاعل اتي لهذا. ايوا قال لك احسب لي انطالبي التفاعل تاعو دلتا اش اف لتشكل ام جي، علما ان هو في البدايه واش عطى لك؟ كان عاطينا غير هذه المعادله الثلاث، عاطينا هذو الثلاث فقط. الان ما ننساوش لو كان نجيو نخدموا هذه المعادله الثلاثه فقط، لان عندك دلتا اش 2 دلتا اش 3 دلتا اش 4، بصح دلتا اش 1 وين راهي؟ اللي هي هذه اللي حسبتها الان، هذه حسبناها الان، هذه حسبناها لها اللي لقيناها ناقص 164 ناقص 146.35 كيلو جول على المول. الان كون نجي تخدم هذه المعادله الثلاثه، الان احنا على ام جي، ها عندنا الام جي هنا، بصح الام جي او كامل ما كانش في المعادلات هذو الثلاثه، لذلك تضطر تعاود ترجع للمعادله رقم واحد هذه. علاش؟ لان فيها الام جي او، هاي وراي واضح. زيد كي نحبوا نتخلصوا من الام جي، ام جي 2 زائد زائد 2 او 2 زائد زائد 2 سي ناقص، هنا كامل مش موجوده، بصح في المعادله رقم واحد موجوده، هاي وراي. لذلك معناها لازم نستعملوا هذه المعادله، هذه المعادله نحتاجوها، واضح. الان كيفاش نديروا؟ كيفاش رانا نشوفوا باللي، او نحب نطلعها للاعلى باش تكون احسن، باش تولي هي رقم واحد. هاي ليك الان، تبعوا معايا بالعقل. الام جي راهي كاين في المتفاعلات، وراهي المعادله فيها الام جي، كاينه غير هذه المعادله فيها الام جي رقم 2، راهي في المتفاعلات، في المتفاعلات معناه مضروبه في واحد نخلوها في واحد. رانا نشوفوا باللي الام جي او راهي في النواتج، هاي وراهي، بصح الام جي او راهي عندي في هذه المعادله رقم دلتا اش واحد، بصح فاش راهي؟ راهي في المتفاعلات، وحنا نحوس عليها في النواتج. واش نديرو؟ معناها المعادله الاولى نضربوها فاش؟ في ناقص واحد. علاش؟ باش تنقلب، كي نضربها في ناقص واحد شوفوا كيفاش ترجع لي الان، نكتبها لتحت انا. واش عندي؟ عندي تولي عندك ام جي 2 زائد 2 سي ال ناقص محلول زائد 3 اش 2 او ليكيد تعطي لك ام جي او سوليد زائد 2 اش 3 او زائد سي ال ناقص. هذه قلنا وكي عكسناها معناها تولي عندك ناقص دلتا اش 1، القيمة رانا حسبناها، معناها تقول لك صبناها احنا ناقص 146.35 كي ندخلوا الناقص تقول لك 146.35 تولي موجبة. المعادلة الثانية قلنا تبقى هي هي، معناها نعاود نكتبها هنا بسرعة، ام جي
زائد 2 اش 3 او زائد سي ال ناقص تعطي لك الام جي 2 زائد 2 سي ال ناقص محلول وزائد 2 اش 2 ليكيد هذه دلتا اش 2. المعادلة الثالثة قلنا تبقى هي هي ما نمسوهاش، علاش؟ لان الاش 2 او راهو هنا او الاش راهو هنايا معناها راح يروح مع الاش اللي موجود هنا، خليها هي هي هاي الاش هذا مع الاش هذا دوك يروح ما يبقاش هاي. والاو 2 نحتاجوها في المتفاعلات، اما هذه المعادله اش 2 غاز واش 2 ليكيد معناها باش تروح لهذه مع هذه بعد، والليكيد هنا تروح لي مع هذه اللي راهي هنايا لان هذه تولي في المتفاعلات. دوكا كي نعاود نكتبها تولي احسن. المعادله الثالثه قلنا تبقى هي هي اش 2 غاز زائد نصف او 2 غاز تعطي لك اش 2 او غاز، هذه دلتا اش ماذا 3 ما تكتبش قيمتها لان عندنا هاي. المعادله الاخيره الرابعه تبقى هي هي اش 2 او غاز تعطي لك اش 2 او ليكيد، هذه معناها ناقص دلتا اش باب معناها هذه دلتا اش 4 ايوا. دوك نشوفوا المعادله تاعنا كيفاش تخرجوها. رانا نشوفوا باللي الام جي 2 زائد 2 سي ال وهاي وراهم متعاكسين، هذه مع هذه روح. رانا نشوفوا باللي الام جي او راهي كاينه غير هنا هاي وراهي الام جي كاينه غير هنا ام جي، ما كاينش ام جي في بلاصه اخرى ما كاينش، معناها نكتب الام جي ام جي سوليد زائد نصف او 2 ما كاين في حتى مكان معناها هذه هاي وراهي زائد نصف او 2 هايوا غاز. دوك نشوفو نكمل الاخرين، عندك 3 اش 2 او هنا هكذا ليكيد، وعندك 2 اش 2 او ليكيد هاي وراهي وهاي وراهي 2 اش 2 او ليكيد، شحال ولاو 3 معناها هذه مع هذه مع هذه يروح. عندك 2 اش 3 او بلس وسي ال موا هاي كاينه هنا وكاينه هنا يروح. عندك اش 2 او غاز هاي وراهي مع هذه تروح هكذا، عندك اش 2 هنا مع وراهي اش 2 الاخرى انا ما كتبتهاش انا نسيتها نسيتها في المعادله الثانيه نسيت عفوا هاي وراهي هذه نسيتها ما كتبتهاش هنايا، معناها هنا تجي زائد اش 2 معناها اش 2 هذه مع اش 2 هذه تروح، يعني نسيت ما كتبتهاش في المعادلة عفوا 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 خلاص. الآن واش بقات لي؟ بقات لي في الجانب الآخر بقات لي غير ام جي او معناها تعطي لك وشنو؟ تعطي لك الام جي او هكذا اللي هي سوليد، هذه دلتا اش التشكل تاعها. الآن واش درت؟ المعادلة رقم واحد قلبتها معناها عندي دلتا اش باش خدمت هذه المعادلة دلتا اش تشكل تعمل تاع الام جي او. المعادله الاولى ضربتها فاش في ناقص واحد معناها تساوي لك ناقص دلتا اش واحد ايوا. المعادله الاولى قلنا ضربتها في ناقص واحد معناها ناقص دلتا اش واحد، زائد الثانيه خليتها هي والثالثه خليتها هي هي والرابعه نفسها معناها زائد دلتا اش 2 زائد دلتا اش 3 زائد دلتا اش 4. نعاود قلنا الاولى ضربتها في ناقص واحد، الثانيه والثالثه والرابعه خليتهم هما هما معناها ما غيرتش لذلك درت ناقص دلتا اش واحد لان ضربتها في ناقص، الثانيه والثالثه والرابعه خليتهم هما. الان تطبيق عددي او كي نحب نفتح صفحه جديده باش نشرح نعاود نشرحها مليح، قلت دلتا اش تشكل تاع الام جي او واش يساوي؟ الأولى ضربتها في ناقص واحد معناها ناقص دلتا اش واحد زائد ماذا؟ زائد دلتا اش 2 زائد دلتا اش 3 زائد ماذا؟ انطالب التفاعل الأخير هو دلتا اش 4 أيوا. الآن تطبيق عددي، دلتا اش تشكل نتاع الام جي او واش يساوي لنا؟ تطبيق عددي
عندك ناقص 146.35 زائد دلتا اش 2 هي ناقص 461.95 زائد ناقص 242، هذه انطالبي التشكل تعمل تاع الماء الغازي زائد ماذا؟ انطالبي التبخر، العكس تبخر اللي هي من حاله غازيه الى حاله سائله، معناها ناقص 44. هذه كي نحسبوها راح نصيبوها باللي هي ناقص 601 فاصل ماذا؟ فاصل 6 كيلو جول على المول. وهذه لو تتذكروا في العمل رقم 4 لما حسبت انايا عمليا لقيتها حوالي 583 فاصل كذا، قلت لكم باللي وبعدت لكم القيمه النظريه، قلت لكم هذه هي القيمه النظريه في الموجوده في جدول الديناميك الحراريه والقيمه متقاربه، وهذا يعود لمن الاخطاء ربما في المسعر موش مسعر مثالي، درجه خطا في قراءه درجه الحراره الى اخره. هاي القيمه تاع دلتا اش تشكل تاع الام جي او الصلب اللي هي ناقص 601.6 كيلو جول على المول. واضح؟ نواصلوا حل التمرين. الان الفرع الاخير هذا حليناه من قبل وهذا مش صعيب، اللي هو الان واش مطلوب؟ لازم تقرا التمرين مليح باش نعرفوا ما هي الحالات، واش راه يتم، وكتاش يكون حجم ثابت، وكتاش يكون ضغط ثابت، وكتاش تكون درجه حراره ثابته الى اخره. على حسب المطلوب نتاع التمرين. علاش؟ كل ما تقرا وتعرف ما هي التحولات تقدر تعرف حل التمرين بكل سهوله. الان اكمل الجدول الاعلى. الان واش يخصني الجدول؟ يخصني تي 1، عندك بي، وعندك في، وعندك ان، وعندك ار. واش نطبق مباشره؟ قانون الغازات المثاليه الحل. هاي قانون الغازات المثاليه واش يقول لك؟ عندك بي 1 في في 1 يساوي لك ان ار تي 1. علاش انا قلت ان وار؟ لانه نفس الغاز ما يتغيرش. لو جاء الغاز يتغير راح نقولوا باللي ان واحد وار واحد، وار ثابت نعرفه باللي قيمه ثابته. اذا احنا نبحثوا على تي 1. اذا تي 1 واش يساوي لك؟ بي 1 في في 1 على من؟ على ان ار. بي اعطاها لك اللي هي 10 قوه 5. في شحال اعطاها لك؟ هي 12 بصح 12 باش راهي؟ راهي بالليتر، نحولوها للمتر مكعب، معناها نضربوا فيه 10 قوة ناقص 3، ونقسموا على ان، ان عطى لك باللي هي 0.5 مول، عدد المولات 0.5، في ار اللي هي 8.314، الان كي تحسبوا تي 1 شحال راح نلقاوها؟ راح نلقاوها باللي هي 288 فاصل ماذا؟ فاصل 66 كلفن، ونقدروا نحسبوها بطريقة أخرى. احنا خي نعرفوا بلي التحول راه يتم من ا او من 1 الى 2. عندنا هنايا بي 1 في في 1 يساوي لك ان ار تي 1. اذا هنا واش معناها؟ عندك هذه طريقه ثانيه، هذه الطريقه الاولى، معناها عندك ان ار نفسه واش يساوي لك؟ بي 1 في في 1 على من؟ على تي 1. في الحالة الثانية واش عندك؟ قبل ما نعاودو نكتبوها، عندك ان ار واش يساوي لك؟ بي 2 في في 2 على من؟ على تي 2. ايوا هذه تساوي هذه، وهذه تساوي هذه. إذا هذه تساوي لنا هذه. الآن ونخرجوا تي 1 من هذه العلاقات، معناها تولي عندك بي 1 في في 1 على تي 1 تساوي لنا بي 2 في في 2 على من؟ على تي 2. يستلزم لك انه تي 1 واش نخرجوها؟ راح نلقاوها باللي تي 1 تساوي لك تي 2 وبالرغم عفوا، وهنا عندنا باللي نعرفوا راح يتم من 1 الى 2 الضغط ثابت، معناها هذه مع هذه تروح. ايوا معناها تي 2 في في 1 على من؟ على في 2. هذه كي نعوضوا تطبيق عدديا راح نلقاو شحال؟ تي 2 عندك 433، في 1 12، وفي 2 عندك 18، معناها تي 1 تساوي لك 433 في في 1 قلنا اللي هي 12، ونقسموها على في 2 اللي هي 18. كي نحسبوا هذه تطبيقيا راح تلقاها باللي 288.66 كلفن.
انا احسب لها بطريقتي. نشوفوا الان واش خصنا. انا كملنا تي واحد بي اثنين. بي اثنين سهله. بي اثنين بما ان بي واحد يساوي لك بي اثنين، علاش قلنا بي يساوي؟ لانه يتم خلق باللي التحول، تحول ا يتم عند ضغط ثابت. بما ان الضغط ثابت معناها بي واحد يساوي لك بي اثنين، وبي واحد يساوي لك 10 قوه 5، وبي اثنين معناها يساوي لك 10 قوه 5. وهنا المشكل اللي وقعوا فيه التلاميذ بزاف في هذا البكالوريا، علاش راحوا باللي نساو باللي ما يقراوش التمرين مليح، راحوا طبقوا قانون الغازات المثاليه بي واحد في واحد حسبوا، ويضيع الوقت في الحسابات بالرغم انه في التمرين في المعطيات عطالو باللي عنده ضغط ثابت. راح ضيع وقت كثير في الحسابات، وربما يخطا في الحساب ويخطا باللي يحسب قيمه واحده اخرى للبي اثنين ويضيع العلامه تاعه. لذلك لازم تقرا التمرين مليح. هذه الملاحظات اللي نتكلم فيها ونعاودها هكذا. الان نحسبوا، قلنا بي اثنين خلاص، بي اثنين تساوي لك بي واحد، علاش؟ لان الضغط، لان بي يساوي لك كوستانت. منين كوستانت؟ من حاله واحد الى حاله اثنين ثابت، ويساوي لك شحال؟ 10 قوه 5 باسكال. الان واش بقى لك؟ بقى لك في ثلاثه. في ثلاثه كيف كيف في ثلاثه؟ بما ان التحول من اثنين الى ثلاثه واش راح يقول لك؟ هاك انا دوك لو كان ما نقراش التمرين واش نجي نبدا نطبق قانون الغازات المثاليه بي و بي 3 في في 3 تساوي لك تي 3 في ان ار، وبدا تحسب وربما تخطا في القيمه وتروح لك النتيجه وراحت لك العلامه. لا، نقرا التمرين الحاله من 2 الى 3 هايلك حساب في 3 التحول من 2 الى 3 واش راك تشوفوا؟ في ثابت كونستانت. بما ان في 3 ثابت معناها في 2 يساوي لك في 3، وفي 2 عندك ولا ما عندكش؟ عندك، تساوي لك معناها 18 لتر. هنا تكتب 18، واضح؟ خلاص. الان احسب العمل وكميه الحراره للتحول ا وللتحول ب. حساب دبليو في للتحول ا. التحول تحول أوش عندنا؟ معناها أ عندك بي كوستانت، معناها العمل من واحد إلى اثنين. واش نعرفو حنا؟ التكامل. حنا عندنا كي نحبو نرجعو عندنا ديلي دبليو في واش تساوي لك؟ ناقص بي ديلي في من في رانا تحول واحد معناها من في واحد إلى في اثنين هكذا. وهنا هذا راه يقول لك من واحد إلى اثنين، وحنا نعرفوا بلي التكامل ديال دبليو هو دبليو من واحد الى اثنين. واش تساوي لك؟ بما ان بي ثابت معناها يخرج ناقص بي. وشنو الحاجه اللي اشتقيتها بالنسبه لواحد؟ عطات لك بالنسبه لفي معناها هي في، ومن في في اثنين الى في واحد، من في واحد الى في اثنين، اذا هو دلتا في معناها هو في اثنين ناقص في واحد. تطبيق العددي دبليو في من واحد الى اثنين واش يساوي لك؟ الان دبليو في كي نجو نعوضو دبليو في اللي هو ناقص بي، هو ناقص بي وبي واحد هو ثابت معناها ناقص 10 قوة 5 في اثنين هو 18 ناقص 12 نحولوه للمتر مكعب معناها في 10 قوة ناقص 3. هذا كي نحسبوه العمل راح نلقوه باللي هو ناقص 600 جول. دبليو في هذه دبليو في من واحد الى اثنين عند ضغط ثابت. كميه الحراره كيو، حساب الان كيو من واحد الى اثنين. حنا من واحد الى اثنين واش قلنا؟ عند ضغط ثابت معناها كيو واش تساوي لك؟ تساوي لك سي لي بي في ان فاش في دلتا تي. يعني علاش درت سي بي في ان وما درتش سي بي في ام؟ علاش؟ شوفوا هنا واش راه عندك. والله ما درتش، وعلاش ما كتبت هذه وما كتبتش سي لي بي في دلتا دي؟ هنا بزاف التلاميذ اللي يخطئوا، بزاف التلاميذ. نعاود ونكرر واحد الى اثنين، علاش انا كتبت هذه وما كتبتش هذه؟ هنا لو كتبت هذه
لما يعطي لك السعه الحراريه هنا عند ضغط ثابت يعطي لك بالجوله للكلفن. لو كان عطى لك هذه السي لي بي مثلا تساوي لك 20.78 جول على الكلفن، نطبق هذه ما نطبقش هذه، نطبق هذه. واضح؟ بصح الان واش عطى لك؟ عطاها لك بالجول، بالجول قلنا على المول في الكلفن. معنى هذه السعه الحراريه الموليه عند ضغط ثابت، وهذه لو كان عطى لك هذه راح تكون ما تكونش بالمول، تكون السعه الحراريه عند ضغط ثابت ويسكت. لذلك نستعملوا سي لي بي في ان في دلتا تي. ان عندك 0.5، سي بي نحسبوها معطاها لك، ودلتا تي هي عندك تي فينال ناقص انسيال هي تي 2 ناقص تي 1. واضح؟ على هذه النقطه مهمه جدا. نعاودوا نرجعوا للقانون تاعنا. اللي ما فهمش هذه النقطه نعاودها له يسالني نعاودها له ماشي مشكل. عندنا قلنا كي من 1 الى 2 واش يساوي لك؟ ان 0.5، سي بي عطاها لك 20 فاصل ماذا؟ فاصل 78، دلتا تي اللي هي شحال؟ 433 تي 2 هنا، حيث دلتا تي تساوي لك تي 2 ناقص تي 1، لان رانا في التحول هذا هكذا، هي تي 2 هذه ناقص هذه، هذه ناقص هذه. قلنا تي 2 اللي هي 433 ناقص شحال؟ قلنا 200، حسبناها 288 فاصل ماذا؟ فاصل 66. ايوا هذه كي نحسبوها كي من 1 الى 2 راح نصيبوها باللي هي 1499.7 جول. كذلك الجول اللي كتبوه بالماجيسكيلا ما نكتبوش بالمينيسكيل، كاين بزاف اللي يكتبوا بالمينيسكي. ها نحسبنا كي لي 1 2. الان نروحوا للتحول بي. تحول بي واش يكون؟ عند في ثابت يتم عند حجم ثابت. نركزوا على هذه. كي يكون عند حجم ثابت العمل نعرفوا بي العمل عند حجم ثابت يساوي الصفر مباشرة، معناها دبليو في من 2 ل 3 وش يساوي لك؟ الصفر. علاش؟ لانه دلتا في او ديلي في تساوي الصفر. واضح ليه؟ خلاص ما تضلش تكسر راسك تحسبها. عند حجم ثابت ديلي دلتا تغير في الحجم يساوي الصفر، او ديلي في نكتبها هنا ديلي في تساوي الصفر، اذا العمل مباشره يساوي الصفر. هكذا. الان كي كميه الحراره عند من 1 من 2 الى 3 راهي عندي حجم ثابت، معناها هي سي لي في في ان في دلتا تي، هي السعه الحراريه الموليه عند حجم ثابت في عدد المولات في دلتا تي. الان سي في ما عطاها لكش، بصح عطا لك هذا القانون تاع قانون ماير اللي هو سي بي ناقص سي في تساوي لك ماذا؟ تساوي لك ار. عندنا واش عندنا؟ عندنا سي بي ناقص سي لي في تساوي لك ار. حنا واش غنحوسوا؟ حوسي سي في واش يساوي لك؟ معناها سي لي في واش يساوي لنا؟ يساوي لك سي لي بي ناقص ار. كي نعوضوا تطبيق عددي راح نلقاو باللي سي لي في نعوضوا معناها 20 ناقص 8.314، سي في راح نلقاوها باللي هي 12.46 جول على المول في الكلفن. واضح؟ هاي نحذف هذه شويه باش نكتبوها مليح، مول في الكلفن. هاني حسبتها. انتم عوضوا هنا سي بي عندكم 20 فاصل ماذا؟ فاصل 78 ناقص 8.314، كي تحسبوا تلقاو هذه. الان نرجعوا للقانون تاعنا، عندنا كي من 2 ل 3 واش تساوي لك؟ تساوي لك 12 تطبيق عددي فاصل 46 في عدد مولات 0.5 في دلتا تي اللي هي هذه ناقص هذه اللي هي 866 ناقص 433. هذه كي نحسبوها راح نلقاو باللي كي من 2 ل 3 واش تساوي لك؟ تساوي لنا 2698 فاصل ماذا؟ فاصل 88 جول. ها نحسبنا. واضح؟ التمرين هذا الهدف تاعو انك تتعلم
وتعلم تشوف تحولات. أنا بالنسبة لهذا الفرع الثاني أننا نشوف التحولات عندي تقرا التمرين مليح، عندي ضغط ثابت، عندي حجم ثابت، وهذو راهم يتكرروا بزاف التمارين في البكالوريا هكذا. كذلك لازم تكون فاهم في النظري انه احنا دوك علاش ما حسبناش احنا الضغط، علاش ما حسبناش؟ لانني قريت التمرين مليح. كي نقرا التمرين مليح نقدر نحل التمرين بكل سهوله. علاش انا مباشره العمل عندي حجم ثابت قلت باللي دبليو في تساوي صفر؟ علاش؟ لانه عندي حجم ثابت دبليو يساوي صفر. يا اخي الطالب لو كان ما تكونش فاهم الدرس النظري مليح عمرك ما تقدر تحل التمرين. هذه ديها من عندي بصراحه، نصارحك من الان، اذا ماكش فاهم الدرس ما تروحش تحل التمرين. لازم تكون فاهم الدرس النظري جيدا باش تقدر تحل التمرين بكل سهوله. اما اذا ماكش فاهم الدرس وجيت تبدا تحل في التمرين وبعد ما فهمتش وما فهمتش وما فهمتش هذيك وما فهمتش كيفاش نخدم هذيك وما فهمتش كيفاش حلوها وكيفاه درتو وكيفاه هكذا، هذه غير انساح. راه مازال الوقت، تقدر تراجع الديناميك، تقدر تلخصها بكل سهوله. وراني نحضركم في ملخص باش نشرح لكم الملخص ونعطيه لكم في اليوتيوب. واضح؟ هذا اللي عدنا اليوم ان شاء الله. نتمنى الدرس او التمرين هذا تكونوا فهمتوه، عاودوه بالعقل. وساعه وساعه اعذرونا نتكلم كلام ونكتب كلام، اعذرونا والله نكتب كلام ونتكلم كلام اخر، اعذرونا في الاخطاء هذه راكم على بالكم في التسجيل تكون باش تعاود الفيديو لمده 30 دقيقه او 40 دقيقه، ماشي حاجه سهله هكذا. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورانا معكم في قلنا في هذا الاجازه تاع 21 يوم، راه بقات لنا اكثر من 15 يوم. رانا معكم ان شاء الله كي نديروا كل يوم فيديو ولا زوج راكم تستفادوا كثير كثير هكذا. بالتوفيق، ما تنساوش الدعاء، الدعاء، وربي يبعد علينا هذا البلاء اللي رانا فيه، وربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.